السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إعادة للدرس السابق الخاص باللغة الإنجليزية، تعلم الحروف الـ A والـ B والـ C. مدة الدرس هي 40 دقيقة. إذا الصوت واضح بس. نعم أستاذ، الصوت واضح. تمام نعم أستاذ، الصوت واضح. تمام الصوت واضح عند الكل؟ نعم. تمام 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 يلا عيني. مؤمن علي مؤمن، واضح الصوت يمك؟ اي نعم، واضح الصوت يمي. تمام 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 وش منو بعد؟ هنا عندنا اللي دخل هماتي. هذا اللي عايش اللي أمس درسناه. ها؟ تمام يلا عيني، خلينا نبلش بالدرس. تمام، خلي أسد المايكات حتى نبلش بالدرس. بالبداية نروح على الدرس مالتنا. خلي بس تطلع الشاشة يمكن. زين، تمام. شوفون الشاشة واضحة إن شاء الله. نعم استاذ. تمام، هسه راح أبلش من البداية. إحنا عندنا بهذا الدرس نتعلم 3 حروف من اللغة الإنجليزية، اللي هي حرف الـ A وحرف الـ B وحرف الـ C. زين، فنبلش ناخذ كلمات تبدا بالحرف الاي وكلمات بحرف البي وكلمات بحرف السي، نحكيهن ونعرف معناهن. زين، ونحطهن بجمله. تمام، راح نبلش. عندنا هسه حرف الاي. حرف الاي عندنا اي كابيتال واي سمول. زين، اي كابيتال واي سمول. ف اي كابيتال، دقيقة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا اي كابيتال واي سمول، اللي هو هذا. اي شيء صار؟ اوكي، دقيقة. اي كابيتال واي سمول. أول كلمة عندنا أبل. أبل معناها تفاحة، تبدأ بحرف الأي. أبل تفاحة، تبدأ بحرف الأي. تمام، عندنا الكلمة الثانية اللي هي أنت، اللي هي نملة، معناها تبدأ بحرف الأي. أنت نملة. الكلمة الثالثة اللي هي animals. animals معناها حيوانات، مو animal. animal معناها حيوان واحد. احنا هسه الكلمة مالتنا هي animals، يعني حيوانات. تمام، فهسه راح اريد من عندكم واحد واحد يردد. ابدي من اول واحد. اول واحد هنا عندنا كرار، اقرا لي ذني الحروف، الكلمات والحرف اقرا لي اياها من البداية. اي كابيتال اي سمول. تمام، كلمات كلمات اقرا لي اياها. ابل يعني معناها تفاحة. انت يعني معناها نملة. انيموس معناها حيوانات. أحسن. زهراء، زهراء اقري لي الحروف اقري لي الحرف والكلمات ومعانيهم. اي كابيتال واي سمول م-م. وأبل.
أبل معناتها تفاحة، وأنت معناتها نملة، animals الكلمة الأخيرة animals. اسمعيني زهراء وياي، زهراء روح علي مؤمن. نعم. اقرأ لي هذا الحرف والكلمات ومعانيه. اي وبي وسي. شنو قدامك بالشاشة؟ اقرأ لي اياه. شنو قدامك بالشاشة؟ تقرأ لي. لا تقرأ لي من يمك، اقرأ لي هذا حرف اي. هنا وين اكو البي؟ ماكو بي هنا. تقرأ لي اي والابل والانت والانيمالز، تقرأ لي اياهم كلهن وتقول لي شنو معناهم. مثل كرار، شوف الطلاب شو يسوون، سووا مثلهم، تمام؟ يلا بلش. ابل يعني تفاحة، وانت يعني نملة، وانيمالز يعني حيوانات. واي من وياك زهراء؟ نعم. زهراء اقري لي الحرف هذا والكلمات ومعانيهن. التفاحة أبل، والنملة أنت، والحيوانات الهواي أنيمالز. أحسنتي زهراء، شكرا. حسين علي. A capital A small. Apple معناها تفاحة، أنت معناها نملة، animals معناها حيوانات. أحسنت، شكرا. حسين مصطفى. نعم. أبل معناها تفاح، وأنت يعني نملة، وأنيمالز يعني حيوانات. شكرا. حسين وياك. علي وياك؟ علي مو وياي. ها تمام. منو علي؟ هاي الاسم مالتك علي؟ منو بس ما كاتب اسمك؟ منتظر علي، منو انت؟ انا منتظر استاذ. منتظر، تمام. منتظر، سمعت الطلاب شلون قرأوا، اريد من عندك تقرا لي الحرف هذا والكلمات ومعانيه. A capital A small. تفاحة apple. نملة ant. الحيوانات animals. أحسن، شكرا. هسه بس عندي ملاحظة واحدة على كم طالب موجود حاليا، اللي هو منتظر وزهراء. تلفظ الكلمة بالإنجليزي، يلا تقول لي معناها. يعني أنا أقول، ما أقول حيوانات معناها animals، لا أقول animals معناها حيوانات. apple معناها، لأن يعني نتعلم إنجليزي فنتكلم الكلمة بالإنجليزي ونشرح معناها، مو نقدم الشرح على الكلمة، تمام؟ فهسه راح نروح لل اللي بعدها، اللي هي هاي. هنا نريد نخلي هاي الكلمة اللي تعلمناها بعبارة بسيطة، زين، حتى نقدر نلفظ الكلمة ضمن عبارة، لأن هي لفظ الكلمات يكون سهل الحالة، بس يبقى عندكم شنو المشكلة؟ المشكلة بلفظ الكلمة ضمن العبارة، عرفت شلون؟ فهسه عبارة بسيطة اللي هي this is an apple، يعني معناها هذه تفاحة، تفاحة واحدة يعني. This is an apple. شلون تنقري كاملة؟ This is an apple. احفظها من عندي، شلون هسه انا الفظها؟ الفظها مثل ما انا الفظها. This is an apple. عرفت شلون؟ فهيك شيء في اللفظ، العبارة الأولى. العبارة الثانية This is an ant. بس انا شنو قريت في الكلمة الحالية؟
يعني ما قريت عبارة، أنا قريت كلمات متقطعة. من تصير عبارة شلون تصير؟ This is an ant. This is an ant. وكأنه كلمة واحدة تبين. عرفت شلون؟ كأنه كلمة واحدة أو كلمتين عبالك، في حين هي أربع كلمات. فهذا الشغلة المهمة بالتكلم باللغة الإنجليزية. فش نقول؟ This is an ant. خوش؟ فنجي للعبارة الأخيرة. These are animals. These are animals. هسا جزأت أنا كل كلمة، قريت ثلاث كلمات، قريت كل كلمة الواحدة. من نقرأهن سوية، من نقرأهن سوية أو من نحشهن، شلون يصير؟ These are animals. These are animals. Okay. These are وكأنه كلمة واحدة. Animals. عرفت شلون؟ فهسا أبدي بمن؟ من اللي كان كرار وزهراء. كرار ابدي. كرار تسمعني؟ يلا الآن أبل. نعم This is an ant. لا كرار باوعي، سمعتني مساع شنو قلت؟ تقول this is an ant. This is an ant. ايش اقراها مثلي؟ This is an ant. يعني مو this is an ant. هاي تصير اول شيء صعبة وثاني شيء طويلة. عرفت شلون؟ احكيها مثلي. This is an ant. This is an ant. احسن تمام. الأخيرة العبارة الأخيرة. These are animals. These are animals. These are animals. أحسنت. زهراء. This is arable. تمام. Ant. عيديها ما سمعتها. This is ant. This is ant. تمام. العبارة الأخيرة. These are animals. أحسنتي، شكرا زهورة. هسا نجي لمن؟ نجي ل علي مؤمن. نعم. اقرأ لي العبارات. This is an apple. This is an ant. These are an animals. لا مو صحيح علاوي باوعي، اسمعني شنو اقول، احكي مثل ما انا اقول. خوش، راح اقول العباره رددها وراي انت. خوش، اقول العباره اكملها رددها وراي. تمام. This is an apple. This is an apple. This is مو this is. This is an apple. This is an apple. لا علاوي، يصير أنا بحساب كلمتين. This is، قول this is. This is an apple. An apple. تمام، هسه قريب يعني جدا. العبارة الثانية. This is an ant. This is an ant. مو an ant. This is an ant. An ant. لا an ant. An ant. An ant. أنا. قول أنا. أنا. أنت. An ant. ها؟ This is an ant. ما سمعت زين. This is an ant. This is an ant. مو أن آن. This is an ant. أن آن صح، هاي الأخيرة صحيحة. تمام، اقرأ لي إياها من جديد. This is an ant. صح تمام، هسه كلامك صحيح. العبارة الأخيرة. These are animals. These are ماكو an animal. These are animals. أحسن. زهورة. These are animals. نعم علاوي. زهورة اقري لي العبارات.
This is an apple. Yeah. This is an apple. This is an ant. والأخيرا. This is our animals. لا زهرة وياي خلينا نشوف يعني بعدين. راح أقرأ وأقري وراي. خوش وسمعي من عندي لا تقرين أنت بكيفك من عندي. This is قولي this is. This is. لا مو this is بعدين زهرة بعدين. This is. This is. اي اقري وزدي ورا. This is an apple. An apple صحيح. This is an apple. This is an apple. لا شوفي من حطيتيها بالجملة صارت غير. This is an apple. This is an apple. تمام. الثانية. This is an ant. This is an ant. لا مو an ant. This is an ant. An ant. هيك تسوله. This is an ant. هيك. This is an ant. لا مو ant. باين. خلنا نقسمها قسمين. This is an ant. تمام. اقريها مرة ثانية. This is an ant. This is an ant. لا هاي يحتاج تدربين عليها. الدرس راح يسجل وراجعي وشوفي شنو الأخطاء. شوفي أنت شو تقولين وشوفي أنا شنو أقول. خوش خافت تطعم عليك. الأخيرة. These are. قولي These are. Animals. These are animals. These are animals. أحسنتي. شكرا زهورة. انتقل حسين علي على السريع. This is an apple. هذه تفاحة. This is an ant. هذه نملة. These are animals. هذه حيوانات. أحسنت. شكرا. حسين مصطفى. This is an apple. معنى هذه تفاحة. This is an ant. معنى هذه نملة. These are animals. معنى هذه حيوانات. أحسنتم. شكرا. حتى أنا شنو طبعا معناهن أنا ما أعطيتكم إياه بس أنتم الظاهر حافظين. تمام. أنا قلت بالنهاية حتى أوضح لكم المعنى. أهم شيء عندي اللفظ حاليا شلون يكتبوا. منتظر. منتظر. منتظر وافق على الطلب واحكي. نعم استاذ. من اجيب لك طلب وافق عليه حتى تقدر تحكي. تمام. اقرا لي ذني. اوكي. This is an apple. تفاحة. This is an ant. نملة. These are animals. تمام. بالبداية انت قرأت This is an apple. خطأ. This is an apple. الثانية. This is an apple. الثانية. This is an ant. This is an ant.
أنا this is an ant. الأخيرة these are animals. اقرأ لي إياها. These are animals. 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 تمام. شكرا نظور يا حسين. عندنا هسه ننتقل للي بعده حرف البي. حرف البي عندنا كلمات تبدأ بحرف البي هم نتعلمها ونلفظها ونخليها بعبارة على مود نقدر نلفظ الكلمة بصورة صحيحة ضمن العبارة. كلمة لحالها في اللفظ بسهولة بس من تصير ضمن العبارة بيشوفون الصعوبة، فاحنا نحاول نخليكم نمرنكم على التلفظ الصحيح إن شاء الله. هسه عندنا حرف البي. البي موجود بي كابيتال، هذا البي كابيتال، وهذا البي سمول، تمام؟ هذا شكله بي كابيتال بي سمول. البي كابيتال عندنا كلمة تبدي بحرف البي اللي هي بنانا. بنانا معناها موز أو موزة. بنانا طبعا ضمن السياق راح تبين موز أو موزة، هسه بالعبارات راح تبين عندكم بنانا موز أو موزة. بوك كتاب. باترفلاي، باترفلاي معناها شنو؟ فراشة، يعني اكو يلفوها باترفلاي خطا، باترفلاي زين معناها فراشة. فهسه نجي اعيد من جديد وابلش وياكم. بي كابيتال يعني الطالب، هسه شنو مطلوب عندكم؟ مطلوب عندكم ترددون مثل ما انا راح اقرا. بي كابيتال بي سمول. بنانا موز او موزه. بوك معناها كتاب. باترفلاي معناها شنو؟ فراشة. تمام، راح ابلش بكرار. بي كابيتال بي سمول بنانا. شنو معناها؟ معناها موز. بوك معناها كتاب. باترفلاي معناها فراشة. أحسنت كرار. زهراء. بي كابيتال بي سمول وبنانا معناها موزة. بوك معناها كتاب. باترفلاي معناها فراشة. أحسنتي زهورة، شكرا. علي مؤمن. علي مؤمن. نعم. من اطلب من عندك مباشره باشر علاوي، لا تسخن قبل. شلون الطلاب تو مثل الطلاب؟ بي كابيتال بي سمول وكمل. حسن. بي كابيتال بي سمول. This is an banana. لا بس اقبالي علاوي، علاوي حبيبي، حتى انا اعطيك مجال، اعطيك مجال يعني تقرا اكثر، بس اقرا لي هسه احنا على مود المشي الدرس، تقرا لي تسوي لي مثل الطلاب بالضبط، اللي اطلبه من عندك تسوي لي، بعدين انا اخليكم براحتكم، تمام؟ هسه احكي لي مثل الطلاب، تقرا لي الحروف. بنانا بنانا بوك بترفلاي. معانيهن؟ بنانا بوك بترفلاي. المعنى شنو علاوي؟ موزة وكتاب وفراشة. شكرا زهراء. نعم. يلا أفرج زهراء. The capital be small banana book butterfly. Butterfly شنو معناه ذني؟ البنانة يعني موزة، والبوك يعني كتاب، والبترفلاي يعني فراشة. شكرا زهورة، أحسنتي. زين علي. بي كابيتال بي سمول. بنانة معناها موزة. بوك معناها كتاب. بترفلاي معناها فراشة. أحسنت، شكرا. زين مصطفى.
بي كابيتال بي سمول. بنانا معناها موزة، وبوك معناها كتاب، وباتفلاي معناها فراشة. باتفلاي فراشة، شكرا. منتظر. بي كابيتال بي سمول، بنانا معناها موزة، بوك معناها كتاب، باتفلاي معناها فراشة. شكرا. حتى راح ننتقل للعبارات. هسه راح نخلي هاي الكلمات اللي تعلمناهن نخليهن وين؟ بعبارة. هسه احنا هنا قلنا بنانا شنو معناها؟ موزة وموزة. هسه هنا شلون تبين عندي انه هي موزة مو موزة؟ من خلال السياق. هسه مثلا انا اذا اقول this is a banana، this is a banana معناها هذه موزة واحدة، هذه موزة يعني. This is a banana. This is a butterfly. This is a butterfly. This is a book. This is a book. تمام؟ راح أعيدهن واحدة واحدة. أكررها مرتين على مود تحفظوها. سمعون مني تحديداً. والطالب اللي بس مجرد أذكر اسمه أطلب منه المايك وأذكر اسمه مباشرة يبلش يقرأ. يعني لا ينتظرني أقول له أقرأ أو لا تقرأ، مباشرة تمام حتى نكمل الدرس بسرعة. This is a banana. This is a banana. This is a butterfly. This is a butterfly. This is a book. This is a book. نبلش بكرار على السريع. This is a banana. Then. This is a butterfly. This is a book. تمام. هاي شنو معناها؟ العبارات اللي قرأتها شنو معناهن؟ هذه موزة. هذه فراشة. هذا كتاب. هذا كتاب. أحسنت زهراء. نعم. يلا بلش زهراء. This is a banana. This is a butterfly. This is a book. أنت شنو معناها؟ معنى هذه موزة، هذه فراشة، هذا book. لا. هذا كتاب. أحسنتي شكراً. زين نجي لمن؟ علي مؤمن مباشرة اقرأ لي ومعانيه على السريع. This is a banana. This is a banana. This is a butterfly. This is a book. This is a book. تمام. شنو معناه علاوي؟ موزة وفراشة وكتاب. لا مو صحيح. هذه موزة، هذه فراشة، هذه كتاب. هذا كتاب. هذا كتاب. أحسن زهراء. نعم. يلا أقرأ مباشرة. This is banana. This is butterfly. This is book. باعيني زهورة. قولي this is. مو this is. This is. تمام. This is banana. This is butterfly. This is book. Book. باعيني. راح أقرأ وأقرأ وراي. خوش. This is a banana. This is a banana. يلا أقرأ وراي. This is a banana. This is a banana. تمام. This is a butterfly. This is a butterfly. This is a book. This is a book. أحسنتي. شنو معناهن؟ معناهن هذه موزة وهذه فراشة وهذا كتاب. شكراً زهراء. أحسنتي. حسين علي. This is a banana. هذه موزة.
This is a butterfly. هذه فراشة. This is a book. هذا كتاب. أحسن. شكرا. أحسن مصطفى. This is a banana. معناها هذه موزة. This is a butterfly. معناها هذه فراشة. This is a book. معناها هذا كتاب. أحسن. منتظر. This is banana. معناها هذه موزة. This is a banana. تمام. This is a butterfly. معناتها هذه فراشة. This is book. This is a book. نعم. شو معناتها؟ معناتها هذا كتاب. أحسن. شكرا. سننتقل للحرف الأخير اللي هو حرف السي. حرف السي يلفظ شنو يلفظ؟ يلفظ ك. غالبا يلفظ ك. سي كابيتال سي سمول. بس من ينكتب مثلا عندكم هاي الكلمة اللي هي هاي قطة كات ما لفظتها اسم حسب الاسم سي بس باللفظ ك يعني غالبا ما يجي حرف ك كات حتى سي كابيتال سي سمول اللي هو هذا اللي لا شوفون سي كابيتال سي سمول. الكلمة الأولى هي كا معناها قط زين كا مكار مو صحيح كا معناها شنو سيارة كيك معناها شنو هذا الكيك اللي احنا نسميه زين كيك هسه هنا نجي شو نقول كا هسه الطالب اللي اطيح اسمه مباشرة يبلش لان حتى ما يخلص الدرس بسرعة عندنا بس 7 دقائق فقط فمباشرة تقرأ في كابيتال سي سمول كا قطة كا سيارة كيك اللي هو شنو كيك نفس الشيء ما في مشكلة حتى لو تقول المعنى هو معروف تمام راح أبلش بكرار سي كابيتال سي سمول معناها بزونة قطة قطة كا معناها هاي سيارة أحسن كيك معناها هاي كيكة أحسن زهراء دي كابيتال دي سمول كات معناها قطة كا معناها سيارة كيك معناها كيك أحسنتي شكرا زهورة المطلوب ماكو راجع الدرس مو كات كات عرفت شلون زهورة كات كات صارت كلمة ثانية تمام هسه نجي لمن نجي لعلي مؤمن على السريع الحروف كلمة معناها وتكملي الأخير من التكلمة تمام؟ تمام. سي كابيتال سي سمول. كات يعني قطة. كات يعني قطة. كار يعني ها سيارة. كب كيك يعني كعكة. أحسن أنت هنا كا مو كار كا 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 بس كا بس آ فيها خوش تمام زهران كا نعم يلا أقري لنا سي كابيتال سي سمول القطة معناها كات السيارة معناها كات بعيني زهراء كات معناها قطة هيك تقولين خوش لان احنا نكتب الانجليزي كات معناها قطة صح كات معناها قطة
هاي الكلمة شنو؟ إيه كلمة سيارة. كا. قولي كا. 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 شنو معناها؟ معناها سيارة. وهاي الكلمة الأخيرة؟ كوب كيك. معناها كيكة. كوب كيك؟ لا بس كيك. كيك بس كيك. أوكي؟ كيك. تمام. تمام. إيه. شكراً زهورة. حسين علي. على السريع. كابيتالز سمول. كات معناها قطة. كا معناها سيارة. كيك معناها كيكة. شكراً حسين مصطفى. إيه. سي كابيتال سي سمول كات معناها قطة وكار معناها سيارة وكيك معناها كيك. شكرا منتظر. سي كابيتال سي سمول كات معناها قطة كا معناها سيارة كيك معناها كعك. أحسنتم شكرا. حتى شنو عندنا؟ عندنا بقى آخر شيء قلنا احنا كل كلمة نتعلمها نخليها العبارة بس عندنا 1 اللي هو رقم واحد. رقم واحد شنو؟ احنا عندنا واحد بالعربي. بالانجليزي شنو يصير 1 اللي هي هاي الكلمه ما تكتب كتابه ككلمه يكتبها الشكل كرقم يكتبها الشكل تمام. ف 1 معناها واحد. هسه اذا اقول قطه واحده اقول 1 كار 1 كار 1 كار سياره واحده 1 كار. زين على السريع ما عندنا وقت يعني اقل من دقيقتين. كرار. وين كات؟ قطة واحدة. وين كا؟ سيارة واحدة. احسنت زهران. وين كات معناها قطة واحدة وين كا معناها سيارة واحدة. شكرا زهراء. علي علي مؤمن. نعم يلا اقرا. كا يعني قطة واحدة كا كار يعني سيارة واحدة. علاوي انت منتبه ويانا لو لا؟ وان كار قطة واحدة. وان كا اي قطة واحدة. اي وان كا قطة واحدة. اي والثانية قطة واحدة. وان كار وان كار سيارة واحدة. أحسنت زهران على السريع. نعم يلا أقلي زهران. وان كار يعني قطة واحدة. نعم كار كار وهذا وان كار يعني سيارة واحدة. أنا أقول لك بس نجولها. زين علي على الطريق. كات معناها قطة واحدة وان كار معناها سيارة واحدة. شكرا. زين مصطفى على الطريق راح ننتهي الدرس. وان كات معني قطة واحدة وان كار معناها سيارة واحدة. شكرا منتظر. وان كات معناتها قطة واحدة وان كا كا يعني سيارة واحدة. شكرا جزيلا. هنا انتهى الدرس. فيوم الخميس عندكم نفس الوقت عندكم أهم محاضرة. أريد من عندكم تراجعوا لي ذني الدرس هذا راح ينزل تقدرون تشوفوه على اليوتيوب تقدرون تشوفوه بالموقع مباشرة. راجعوا لي الدرس وشوفوا شنو أحكي أنا وشو الأخطاء اللي عندكم تمام. يلا عيني يلا خلي